السلام عليكم. كثيرة هي الابتلاءات التي نتعرض لها في حياتنا في الأبدان والأموال والأولاد، وكلما دخلنا في ابتلاء تمنينا لو استطعنا الخروج منه بأي ثمن، ولو علمنا أن البلاء لا يقع إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة لاختصرنا الكثير من الوقت الذي نبتلى فيه. يقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه جعل البلايا والمصائب التي تصيب الإنسان بمثابة المنبه الذي يوقظ الإنسان من غفلته عن ربه، فتأتي هذه المصائب لتعيد الإنسان إلى الصراط المستقيم، ولتنبه ذوي القلوب الحية إلى العودة إلى الله بالتوبة إن أراد الله بها خيرا. لم يتركنا الله سبحانه وتعالى ولا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فريسة للبلايا والمصائب حتى لو كانت بأيدينا، بل شرع الله لنا العلاج ودلنا عليه لنأخذ بالأسباب. ومن بين تلك الأسباب التي تؤدي لرفع البلاء ما يلي: التوبة والاستغفار. اعلموا أن الابتلاءات والمصائب التي تقع على الإنسان هي فرصة لتكفير الذنوب، شريطة الصبر والاحتساب ومراجعة النفس والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه كما دل كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فبادروا بالتوبة والاستغفار والأخذ بأسباب رفع البلاء لعل الله يخفف عنا ما نلاقي من مصائب الدنيا. تقوى الله. تقوى الله فهي السبيل لصلاح الأعمال، إذ يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حفظ أوامر الله ونواهيه. ومن هذه الأسباب كذلك حفظ أوامر الله واجتناب نواهيه. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. التضرع بالدعاء. ومن أسباب رفع المصائب التضرع إلى الله عز وجل والدعاء، فإن الله لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. التصدق والإحسان. ومن أسباب رفع المصائب والابتلاءات في الأموال والأبدان هو التصدق والإحسان إلى الآخرين والتفريج عنهم. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء.